لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، ما بعد. قال حافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب السلام في باب فضل السلام والامر بافشاء، قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي، قال: حديث صحيح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، وهذا بيان أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن من أهل الإسلام على الحق والحقيقة فإنه لا يدخل الجنة وإن كانت أعماله كالجبال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فشرط دخول الجنة هو الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. فمن لم يحقق الإيمان بصورته الحقيقية وحقيقته الشرعية فإنه لا يكون من أهله، ولا يكون داخلا في أهل الإيمان الذين وعدهم الله عز وجل رياض الجنان. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فدل أن المحبة بين المؤمنين واجبة وليست هي على سبيل الاستحباب، بل يجب على المسلم أن يحب أن يحب أخاه المسلم، لأن أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله. قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق العرى، أعظمها. فلذلك محبة المؤمنين واجبة وليست مجرد يعني أمر، مجرد أمر حث عليه الشرع، بل هو أمر واجب. ولذلك قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على أمر يوصلهم إلى هذه المحبة التي توصلهم إلى الإيمان الذي يوصلهم إلى الجنة. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قد مر علينا أن معنى الإفشاء السلام أن نجعله منتشرا، نجعل هذا السلام منتشرا بين الناس، تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف من المسلمين، وهذا هو معنى إفشاء السلام. قال: وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، تدخلوا الجنة، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذه الأعمال سبب لدخول جنات النعيم، والشاهد لهذا الباب هو قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام. وانظر هذه الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أكثر من حديث يأمر بإفشاء السلام، فدل على أن مسألة السلام مسألة عظيمة في الإسلام. مسألة السلام من أعظم مسائل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في أكثر من حديث، وبين أحكامها في أكثر من حديث، وأيضا بين أنها من أسباب دخول جنات النعيم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذه أعمال عظيمة، أعمال أربعة على مسلم أن يحرص عليها بالخصوص، وإلا فإن الأعمال الصالحة كلها خير، لكن ما جاء بها النص وأنها سبب لدخول الجنة، هذه على المسلم أن يحرص عليها أكثر من غيرها. وقد مر علينا الكلام على بعض هذه الأعمال الصالحة في أبواب سابقة. آخر حديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب قال: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أو بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله
على سقاط، ومعنى السقاط هو الذي يبيع السقط من المتاع. قال: لم يمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم ولا تجلس في مجالس السوق؟ وأقول: اجلس بنا ها هنا نتحدث. فقال، يعني عبد الله بن عمر: يا أبا بطن. وكان الطفيل ذا بطن، يعني كان ضخم البطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه. رواه مالك في موطأ بإسناد صحيح. وهذا الأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يغدو إلى السوق لا من أجل بيع ولا من أجل شراء ولا من أجل سؤال عن أنواع السلع، وإنما الذي يخرجه إلى السوق أنه يسلم على الناس، كما كان يفعل رضي الله عنه في أيام ذي الحجة مع أبي هريرة. كان يخرج إلى السوق من أجل أن يكبر ويذكر الناس بالتكبير، وهنا رضي الله عنه يخرج إلى السوق لا من أجل بيع ولا من أجل شراء، وإنما من أجل أن يسلم على الناس وأن يفشي السلام بين الناس رضي الله عنه وأرضاه. وهنا في قوله للطفيل قال: يا أبا بطن، هل هذا من باب التعيير؟ لا، هذا ليس من باب التعيير، وحاشا وكلا أن يكون هذا من باب التعيير، وإنما هذا من باب المداعبة والملاطفة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة: يا أبا هر. هذا من باب المداعبة والملاطفة، لا من باب التعيير. فهذا آخر حديث ذكره المصنف في هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.